السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحاب الصلاة. في هذه الحلقة سنتعلم بإذن الله كيف نصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى سنة مؤكدة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى أصحابه بها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. والسلامة هي مفاصل الإنسان، والحديث يبين الفضل الكبير لصلاة الضحى، فهي تجزئ عن 360 صدقة، لأن عدد العظام في جسم الإنسان هو 360 عظمة. يبدأ وقت صلاة الضحى من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى الزوال، والأفضل أن تصلى بعد اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. أقل عدد ركعات صلاة الضحى هو 2، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الضحى 4 ركعات وأكثر. وإذا صليت الضحى بأكثر من 4 ركعات فعليك أن تصليها مثنى مثنى، فتصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي الركعتين التاليتين وتسلم، وهكذا حتى تفرغ من الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف القراءة في صلاة الضحى مع إتمام الركوع والسجود. وصلاة الضحى صلاة سرية ولا تصلى جماعة، ولكن تصليها مفردا، والأفضل أن تصليها في البيت. ويستحب في صلاة الضحى أن يقرأ بسورة الشمس وسورة الضحى. والآن سنشاهد كيف نصلي ركعتين من صلاة الضحى. الله أكبر. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها،
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. رب اغفر لي، رب اغفر لي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.